اهلا وسهلا بكم في زابينج التاسع سبورت. ونبداو بالاستاذ اللي عجبوه لقطات الاسبوع الفارط للاعبين اوروبيين تفنوا في الروح الرياضيه. حبيت نقول لك يا استاذ، حتى عندنا في تونس ثم لاعبين هكاك كيما الحارس بعبورة واللي الى جانب تألقه كحارس، قام بلقطة ممتازة الأسبوع الفارط. بالنسبة لمراد وبعض الومضات الإشهارية اللي قام بها الأسابيع الفارطة، الملعب هذاك اللي ريتو عملته شركة إيكيا من شركة فيليبس. دارك الأمر الأسبوع الفارط ولا يعس على روح حتى بالخطوة، مش في نعمل في بيستيل تونيسير، ولكن تونيسير تمشي لدكار باماكو. برجولي مراد نحب على تسكر ولا رميز في الرحلة الجاية. الأستاذ كان من جهته مطلع على ملف الاحتراز بين النجم ونادي صفاقس وبين المجهودات الكبيرة اللي قامت بها الكناس. جبدت فيه مراجع فقهية، معناها مراجع ما شاء الله على ماتش. على ماتش مراجع هذه مراجع في الله، وريني مراجع يا ولد الفشل. هذه مراجع الأسبوع الفارط تفرجنا في استجواب بالكرول بالفرنسية اللي على ما يبدو ماهوش مغروم بها ياسر. جودي سي سي بلوس ماتش امبورطون بو نو. مما خلى الزميل أحمد الصالحي يستعمل معاه لغة جديدة. مونتير بروتوكول، ليتس دو إت إن إنجلش تو تيك كوتش. إت إز. ليتس دو إت إن إنجلش. أوكي. إت إز. هذه اثنين إت إز أهو. أربعة أدي 16 إتز ولسه ما عملناش حاجة الحمد لله. Coach, what attracted you in the game? Sorry. What attracted you in the game? الأستاذ حاول من جيته بعد عركة الأسبوع اللي قبل بين خالد ومراد باش يصفي القلوب. وكأنك تحط اسم مراد الزغيدي وعدد بطاقة تعريف تاع خالد حسني أو كسي أو كريجيك الأمور. وعند رأي الشاعر القديم حينما قال يا بخت من وفى إتزين في الحلال. أما نبيل واللي شد النادي البنزرتي فإنه باش يخلي علينا بلاصة كبيرة الأسابيع القادمة. تونسيون خاطر الإسبيرونس الماتش الجاي تلعب نورمال كونتر إيكيب من مالي، والإيكيب هذيا إلي تري دونجورو على الإكستيريور. ونختموا بالكابتن اللي كان ضيف في ديمونش حنا بعد البارح وورى تناغ متناسق كبير مع الضيف الثاني للبرنامج شمس الدين باش. قداش تقعد قدام المرايه باش تحضر روحك؟ انا مازال ما عند ربي بنيتي، من نقعد قدام المرايه تك تك في صحيصه. الحب ضحى ضحى. وين نلقاو فلوس شمس الدين باش؟ في داركم. ولا هجري نكون خينكم. انا شوف في ايطاليا يمكن. وي ما عرف يا لاكارا وكبس روحه في الاغنيه دي مشكله سيدي مرخوفه مرخوفه.